ثلاثة بدينار. ثلاثة بل. ثلاثة بدينار يا باب. ويعيشوا هذوما بيه معناها؟ يعيشوا تلاه بيهم يعيش. ها؟ تلاه بيهم يعيش. هذوما الفليلس. الأكثر ياخذوهم للصغار هم باش يفرحوا الصغيرات وكا. خدمة منتع صغار. بلي سمحني اليوم حرة العظم ب 11% و 12%. وتلقى الفلوس عمره نقول جمعتين هذا الجماعة ب 300 فرنك تقريبا. معناها كي تجي تحسب الحارة العظم تلقاه أغلى من أغلى من الفلوس. كيفاش المقارنة هذه والمعارنة؟ العظم يجيب الفلوس. ها؟ أنا قبل العظم قبل ولا الفلوس قبل؟ صحيح هوني نتسالو. اما انت كي تجي تشوف مثلا الحاره تبيع ب 12% و 11% والفلوس يتبيع معناها هوني ب 300 كيفاش؟ هذيك هاي يا خويا هذا من المنتج المستهلك. عرفته ما هاي شوي قتلت الفلوس. لا لا ما يموتوش هكاك الظل ما يموتوش ريت على الفته والماء والماء هكا والماء السمس والسمس وكا حبوا السمس في الشيخ حتى الفيس هاي معناها بدي يموت في الشيخ هذا بيك ديما توفريها تقول اي يحبوا عسخان هما يحبوا عسخان هذا باش مثلا نشري انا باش نمشي نعطيه شويه العلفه وشويه ماء يكبر طبيعي اما النفخان والحكايه هذه تسال عليها المعامل الكبار فهمت هذا شنو باش ياكل ياكل طرف طماطم طرف خبز ماء في بلاصه هكا دافيه بعد شهرين يولي هكا فلوس صغير باش يعيش طبيعي كالدجاج العربي باش يولي حكايات نتاع النفخان هذوما المعامل هذيا تسال عليها معناها ما عنديش فكره عليها ما تسال والله الحمد لله لاباس. شنو احوال الفلفل والطماطم؟ والله الاحوال صاحبي ما تعجبش ما تعجبش ما تعجبش. بقداش الطماطم؟ بالنسبه للطماطم صاحبي ب 16% في المارشي. صحيت طماطم كيما كيف ب 16% فرنك هي قاعد تاخذ فيها ب 16% من هنا. والفلفل؟ الفلفل ب 3000 خويا في المارشي وب 3200 وجويد ب 2800. ها؟ اي وعندك ب 15% عندي انا ب 15% انا ابو الزوالي صاحبي. في سوق سوق الجمعة ريال يعني الأسوام في المتناول حتى لو أنه ساعات يعني الشواء ما هيش بسمحني حتى يبدأ فيها الشواء دي مع عز أسوام لهنا هي رئيس سلعة البيع هي تتفرز من الأول شيري جي دي ما هزلك كان الحاجة البيع أنت واحد من الناس كان حط لك الزقرون فلفل تهز الحاجة البيع القرن البيع حتى باش تاكلوا تهز القرن البيع ما عجبكش في منظر ولك ما تاكلوش فهمتني باقينا سلعة نظيفة رأي تتفرز من الأول فهمت السلعة البيه دي ما تتنحى الأولى هنايا هذه كما نقولوا أنت خلطت خلوط راك قاعد تصور أنت ما خلطتش البارح في طنبك سلعة سلعة البارح العباد مهبطة سلعة عشية الخميس صحيت عشية الخميس سلعة سلعة أخوي وب 1600 بالبون يا طماطم بالحظبة ب 1600 كيلو بالحظبة بالحظبة ديجا هاك تشوف فيه شقف كله فارغ فهمت هكا بالنسبة للمرجي راهي ب 1600 باش نبدو واضحين صح صحيت الناس تولي تلمد مثال في تجي في اخر السوق وكل شيء معناه فما ناس معناه ما تقدرش على الحاجه فما ناس مثلا عملنا طماطم نحن هذيك بدينار نجم بحالها حتى ب 800 انا هذيك مثلا متكلف عليها ب 1600 سمعني خليني نشوفوها اللي تبيع فيها بدينار مثال هذه الاخرى وش نبيع فيها ايش خنفاه هي سمحني هي هذه سلعتك سلعتك مثال هذه ناخذ على سبيل المثال كعبتين مثال تحسها تحسها طايبه طايبه و... وما هيش هي على سبيل المثال الطماطم خويا ب 1600 في المرشي. انت راهي ناعمه تاخذ فيها ب 800 وطايبه شويه لهنا. هذه هي ناعمه تتسمى. تاخذ فيها ب 800 وطايبه شويه ناعمه بما فيها من سي هذه تشوف فيها اشترها الكل داخله للسوق ما فماش طماطم خارجه لبرا. الطماطم تنقذت على بكري. معناها بقاو نصبه ولا زوز فيها طماطم في السوق وماهيش طماطم باهي. طماطم باهي خويا هاي ب 1600. فهمت؟ انا عندي كليونات معينين تعطيه طماطم بيه يا اخو من عندك ماهموش في السوم صح وفما كليونات خويا اقوى حاجه يتكلف لك فيها ويسوم ما على بالوش بها طايبه ولا مشي طايب فهمت الخدمه كيف يا صاحبي هذه كي الخدمه بالنسبه للطماطم زدنا نرجع لك راهي ب 1600 انا اليوم الصباح ندور في المارشي الفلفل ب 3000 و 3200 والطماطم ب 1600 والقرعب سامحني اليوم الطماطم والفلفل وقتهم توا معناها الدنيا سخنت و... وحتى يمكن البعلي طاح معنا الشمس خويا فما فلفل ناقص فلفل ناقص لا ناقص لا ما فماش فلفل ناقص
لا ما فماش ناقص. هذا يا سيدي قدا مشري من المرشي هون نبيع فيه ب 15، والله مشري ب 2003 والله. باش انت تقول لي معناها. لا لا هو اول السلعه هاي يا صاحبي 2003 نوريك سلعه المرشي 2003 باش العباد تعرف راهي ريت باش يتفرج مثلا راهو يعرف. القرن فيه الجويد، فيه الجويد هكا ب 2003 وفيه الخشين. نحن كي نخدموا بالفرز الكليون مرتاح ويعبي في عز حاجه في سلعه والقرن اللي يشتهيه، شنو يعبي لك انت الكليون؟ يختف لك القرن هذايا. اشب قرن. ايه انا لهنا شنو باش يبقى لي؟ شنو باش يبقى لي انا لهنا؟ باش يبقى لي انا لهنا القرون هذه اللي تخسر لها انت تو. سامحني اليوم فما برشا مرشيات يقول لك ما تفرزش وانا نعبي لك بحشيش بابا وريش. انا نخدم لهنا اللي تقول لي حشيش وروش خدمه الغش هذيك ما عنديش. فماش؟ انا ما نخدمهاش الخدمه هذيك، حط النب واجبد واكل لغه هذيك فهمتني، ويروح للدار يلقاها معسه. انا نعطيه ساشي عيني فيه شهد الله عليه، وبعد يتعدى البسكول على روحه صعب يخلص يقول لي يرحم والديك من فوق. بالنسبه لخدمتي انا ذي خدمتي، اما باش نعبي له وحده وما نمس له حتى قطع. انا نقلك كي مره تقول لي عبي لي، حب تعبي سلعتها وحدها وترجل امورها وحدها، ومن بعد تتعدى تخلصني طول. تحمل مسؤوليه. تحمل مسؤوليه. صحيت. فهمت هاي طماطم تاو طماطم كيما كي تخضر لها هاي 1600 هذه طيبه صاحبي. ما طماطم هي طماطم صلي على النبي. طماطم هذه كيما كان لقاها غادي كي تبيع فيها ب 2000 طماطم تاو. كيفاش ميم؟ لقاها كيما هكا لقاها يبيعوا فيها ب 2000 قسما بالله. كيما هكا ب 2000 عجنه هوني برا شوفها برا. عندي انا حط عليها ب 2000 ب 2000 معجنه ما فيها ما تترى. عندي انا يا مراه حط عليها دينار والله ونبيع فيها ب 800 يمشي يمشي للنهج هذا وتفرج ب 2000 هذه معروفه راهي عليه عليه العباد ما عادتش خالته هابطه موخر باش نلقى حاجه نلقى حاجه زولي باش نلقى حاجه على قد شوي نلقاها زاده طالعه فيها شعل فيها العيف نلقى شعل فيها كيما كي تبع في قضيه نتاع 5000 ونتاع 7000 فرنك ماهيش تبع في قضيه نتاع 15 عليه 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 والله شيء يوجع في القلب شيء يوجع القلب لميت الشكاره ها قضيتك انت قضيتك ما لقيتش ما عنديش قضيه والله درت غادي درت نلقى الفلفل ب 3000 ما فيه ما يصلح نلقاها البطاطا تايبه خامره برا امشي شو البطاطا خامره طيب عسليمة السلام مرحبا بك ونعم بالله ماشي يا الدقله ماشي خمسه على خمسه الحمد لله ماشي بالحق ولا مش ماشي؟ لاباس متوسط والله انا غابر مساكين هذوما خطيها هذوما في الدقله بالغابر انت انا تي مزرعه بالصحراء بالغابر هاي 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 حاج اسمعني السوق الجمعة في أريانا باهي ولا بصراحة نحكيو شوف شوف السوق تعرف في العموم عرض وطلب تعرف شنو عرض وطلب معناتها الطماطم موجودة تاخذ الكيلو بدينار مش موجودة تاخذها ب 2500 البصل موجود تاخذه بدينار الكيلو ب 800 كيلو الحكم الكل في العرض والطلب بالكونتيتي بكمية نتاع السلعة كان موجودة خير تربي الطماطم تاخذها ب 500 فرنك كيلو مش موجودة برشا تاخذها ب 2500 بلفي السوق راهو في قالب بعضه عرض وطلب فلفل طماطم بطاطا بصل بنان اللي تتصورها في بالك انت كله يتلخص في كلمتين عرض وطلب اليوم البطاطا نمشي اليوم البطاطا بدينا الطماطم بدينا بصل بدينا قرع بدينا ولد القمره بدينا اكل خشين اكل شويه ب 15% ب 18% هي شنو جبت لنا اليوم؟ جبنا شويه كليلو زعتر نبيعوا فيه اه تبيع في كليلو الزعتر باش الحاجات الجبليه الباهيه هاي باش نلقاوت رواحنا باش تاكل باهي مزازي ماشي الخدمه الحمد لله شده في ربي كم ما نعملوش هكاك نقعدوا للشر لا نتريت ولا شهريه الحمد لله وين كليلو الزعتر؟ هو فيه هاك نبيع فيه اه وفيه الحمد لله بلي لحظه خلينا نشوفوا مثال الكليل هذا الكليل هذا بقداش الربط؟ ب 500 والله ما شاء الله 500 فرنك كل واحد باش يقوت روحه قد ربطين مع بنوك باش واحد يقوت روحه وكهو تطلع للجبل تجيبهم انت؟ اي نطلع للجبل هذاك جبل جعفر نطلع والكريريت هذه لا لا نطلع على سقايا الصباح والموبيلات هكا الساعه باش نجيبه ولا نخرج من الاربع على ظهرك والجبل الاشكال نتاع على ظهري ونطلع على الكاريير فوق نجيب المغاديك نجيبه على ظهري ونجي ومتوفر موجود كليل الزعتر بزايد هكاك هكاك تو متوفر ما في الشتاء وقضيه الدار وين؟ نزلت حتى البعد نمشي نخدم بعد بعد
كيوف السوق. ليه تجي مروح سامحني بعد تبقى كان الفضلة كان الديشي. ما عمله ذاك اللي باش نعيشوا به. انت تعيش بالديشي. ايش باش نعمله برضه باش ناخذ حاجة قال الرجل فور ان فور. لا ناخذ كان اكل الحويجة كما كاكا اللي ناخذ عليها في الاخر. هبطوا في السوم شوي ناخذ ونروح. علاش ما تاخذش السلعة الفريشك؟ ها؟ غالية. هاك تبيع ولا بيع؟ الحمد لله لاباس انا اقسمهم على الماء وعلى الضو وعلى الكراء. فهمتني؟ وين باش يجي؟ قد ايش بتصور؟ بتصور 10 15 الف وين باش تصورها؟ اقسم. الحمى من العيد للعيد.